التألق الكبير ده اللي بيعيشه النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول دفع صحفي إنجليزي. الراجل ده طلب أنه يحصل على الجنسية المصرية، وكتب الصحفي الإنجليزي داف أوكوب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: أنا أتقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية، صلاح جعلني أريد أن أكون مصريا. أهلا بك يا أبو الكباتن، تنورنا والله.